الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهنيئا لكم يا أيها الإخوة الكرام بنعمة الله عليكم أن مد في أعماركم وبسط في أجالكم حتى بلغتم هذه العشرة المباركة، عشر ذي الحجة، موسم ربح وسوق تجارة وميدان مسابقة إلى الخيرات، فمن وفقه الله عز وجل لبلوغها فليحمد الله كثيرا وليسأله التوفيق فيها لما يحب، ثم أن يمن جل وعلا بالقبول. هذه العشر يا أيها الكرام عشر كل ساعة منها بل ثانية لها قدر والله كبير، ويكفي في فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه العشر فقال والفجر وليال عشر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنها أحب الأيام إلى الله والعمل فيها أزكى وأحب إلى الله، فهي إذن غرة العام وأفضل أيامه ولياليه على الإطلاق. فهنيئا لمن وفق وأدرك قيمة هذه الساعات وهذه اللحظات التي هي عن قريب سوف تمضي، كما أن أعمارنا عن قريب ستنتهي. فكن يا أيها الموفق بصيرا ذكيا زكيا حاذقا، تعرف مقدار هذا العمر وأهميته في مستقبلك الحقيقي. العمل الصالح يا أيها الإخوة في هذه العشر يشمل كل ما أحبه الله عز وجل وشرعه لعباده، كل عمل صالح فإنه في هذه العشر مسنون ومحبوب إلى الله، وثوابه عند الله أعظم من نظيره في غير هذه العشر. هذه ميزة هذه العشر، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، خص هذه العشر بهذا الفضل. ومن أعظم الأعمال الصالحة في هذه العشر ذكر الله جل وعلا، ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، فهذه أيام ذكر لله تبارك وتعالى، فأكثر من ذكر الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأيام بقوله: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث جود إسناده المنذري. فذكر الله تبارك وتعالى من أحسن وأفضل ما تشغل به لحظات هذه العشر. ومن ذكر الله عز وجل التكبير الذي هو شعار هذه العشر، لم يزل المسلمون منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا اليوم
وهم يكثرون من تكبير الله تبارك وتعالى في هذه الأشهر. ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي رواية: وما يخرجهما إلا ذاك، ما كان لهما أرب في البيع والشراء، وإنما في تذكير الناس بهذه الفضيلة ألا وهي التكبير. وميمون بن مهران رحمه الله وهو التابعي الجليل يقول: أدركت الناس وهم يكبرون في هذه العشر حتى إنه ليخيل إلي أنها يعني تكبيراتهم كالأمواج من كثرتها. وهذا يدل على أن من سنة السلف في هذه العشر التكرار ورفع الصوت، وهاتان سنتان في هذه العبادة شبه منسيتان في أهل هذا الزمان مع الأسف الشديد، التكرار والإكثار مع رفع الصوت. وهذا الذي كان عليه السلف رحمة الله تعالى عليهما. والتكبير يا أيها الإخوة مفتتحه من دخول العشر إلى انقضائها، وأحسن وأفضل ما يكون في يوم عرفة وفي يوم النحر، فأفضل التكبير ما كان في هذين اليومين وما يتبعهما من أيام التشريق، كما تدل على هذا أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في هذا التكبير، وإنما جاءت الآثار في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم في العشر مطلقة. وفي عرفة في يوم عرفة أو في يوم النحر أو في أيام التشريق جاءت صيغ معينة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالأمر في ذلك واسع. إن شئت أن تكبر بالتكبير المشهور المتوارث عن سلف هذه الأمة وإلى اليوم، وهو أن تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا تكبير ابن مسعود رضي الله عنه، وروي عن علي رضي الله عنه وعن غيره، وهذا كان السلف رحمهم الله يستعملونه. أخرج جعفر الفريابي عن يزيد بن زياد رحمهم الله قال: رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن ابن أبي ليلى ومجاهدا، أو قال اثنان من هؤلاء الثلاثة شك، وفقهاء الناس يكبرون في هذه العشر فيقولون: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذه الصيغة تجمع ما جاء الحديث بالحث عليه، وهو التكبير والتحميد والتهليل، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وإن شئت فكبر غير ذلك، كتكبير سلمان رضي الله تعالى عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وإن شئت فكبر بتكبير ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. وإن شئت فكبر بغير ذلك، وإن شئت فكبر فقط الله أكبر. فتنوع هذه الآثار يدل على أن في الأمر سعة ولله الحمد. المقصود يا أيها الإخوة أنه يجمل بك ويحسن بك واللائق بك في هذه العشر أن تكثر من التكبير، وأحسن من هذا أن تدرك معناه ثم أن يقر هذا المعنى في قلبك ويستولي عليه. الله أكبر، لاحظ كيف أنك تكرر هذه الكلمة المرة تلو الأخرى، فما معنى الله أكبر؟
الله أكبر قال أهل العلم، وذكر هذا غير واحد كابن عطية والقرطبي وغيرهما من أهل التفسير، أبلغ كلمة قالها العرب في التعظيم والإجلال كلمة التكبير، الله أكبر. وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، حيث قال وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما واقدره حق قدره. فالله عز وجل أكبر من كل شيء في ذاته، والله أكبر من كل شيء في صفاته، فسمعه أكبر من كل سمع، وبصره أكبر من كل بصر، وعزته ورحمته ومحبته وقدرته أكبر من كل هذه الصفات من غيره سبحانه وتعالى. إذن هو الكبير بل الأكبر في صفاته، وهو الأكبر جل وعلا في قدره، وهو الأكبر في الثناء عليه، فلا يحصي أحد من العباد ثناء عليه حتى أعلم الخلق به. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر في رحمته، والله أكبر في ذكره، والله أكبر في غضبه، والله أكبر في انتقامه، والله أكبر في عذابه، الله أكبر في كل شيء. وهذا الإطلاق يفيد العموم. إذن يا إخوتاه، هذا هو معنى التكبير. واعلم أنه إن كان التكبير باللسان أمرا حسنا مسنونا، فالتكبير بالقلب أعظم وأوجب. التكبير باللسان في غير الصلاة مسنون، لكن التكبير بالقلب تكبير واجب. التكبير باللسان يطلب في وقت دون وقت، أما التكبير بالقلب فإنه واجب في كل وقت. وهذا التكرار الله أكبر الله أكبر الله أكبر يدعوك إلى أن يقر هذا المعنى في قلبك، فيكون عقيدة راسخة تؤثر في القلب ثم في الجوارح. وهذه الحقيقة لو أدركها المسلم وأيقن بها وعمل في ظاهره وباطنه بمقتضاها، والله إنه سيعيش حياة غير الحياة التي يعيشها كل الناس، حياة أخرى. من كبر الله بقلبه عظم في قلبه حتى تلاشى من قلبه كل ما سواه، فلا يتعبد أدنى تعبد لغيره، لا رغبة ولا رهبة ولا رجاء ولا خوف ولا محبة ولا دعاء ولا ذبح ولا شيء من هذا إطلاقا. الله أكبر. إذن لما يتوجه القلب لغير الله عز وجل، ولما تنبعث الجوارح لغيره؟ الله أكبر. وإذا المشركون ما كبروا الله بقلوبهم، وما قدروا الله حق قدره. إي والله، من يدعو غير الله؟ من يقول يا رسول الله أغثني، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم؟ والله ما كبر الله بقلبه. من كبر الله بقلبه تلاشى في قلبه كل ما سواه، وكل الذي فوق التراب تراب عنده، لأنه يعتقد أن الله أكبر. من كبر الله بخلقه، من كبر الله بقلبه، انبعثت جوارحه في طاعة الله، عظم أمره وعظم نهيه. إذا دعي إلى أمر الله، إذا نودي عليه بالصلاة فذكر بي الله أكبر، فز وقام، لأن الله أكبر.
أكبر من دنياك، وأكبر من هواك، وأكبر من تجارتك، وأكبر من أسرتك، وأكبر من أولادك، وأكبر من تجارتك، أكبر من دراستك، أكبر من رياضتك، أكبر من كل شيء في هذه الحياة. الله أكبر. إذن أمره أكبر. الله أكبر تقتضي أن تعظم نهيه فتجتنب ما حرم الله، لأنك تعلم أن نهيه عظيم وأن عذابه الذي يترتب على هذا عظيم. الله أكبر. من كبر الله بقلبه قلت المحبوبات والمخوفات في قلبه، فصار لا يحب إلا الله أو ما يحبه الله أو ما أذن فيه الله. من كبر الله بقلبه صدق في توكله واعتماده وتفويضه على ربه، فلم يلتفت إلى ما سواه ولم يبال بأحد غيره. الله أكبر. ولذلك تجد أن هموم الدنيا ومشاكلها هينة في قلبه، لأنه معتمد على الذي هو أكبر من كل شيء. من كبر الله بقلبه فإنه يعيش حياة كما ذكرت لك سوى هذه الحياة، يعيش بالله ويعيش لله، الدين من أوله إلى آخره، تحقيق التوحيد كله مجموع في هذه الكلمة الله أكبر. لكن ليس في حق من يلفظ بها بلسانه ولم يتسلل معناها في قلبه فيكون عقيدة راسخة فيه. إذن عبد الله، اجعل لك هدفا في هذه الحياة تجاهد نفسك عليه، وهو أن يكون الله في قلبك أكبر من كل شيء. أن يكون الله في قلبك أكبر من كل شيء. جاهد نفسك على أن تكبر الله عز وجل بقلبك كما أنك تكبره بلسانه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن وفق لبلوغ هذه الغاية العظيمة والهدف السامي الشريف، كما سأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.